إذا التجربة الثانية يا شباب إنه أنا رح نفذ العداد التنازلي. العداد التنازلي طبعا أنا هنا نفذته عن طريق حساس NPN. بدي انتبه للتوصيل جيدا، بعمل له تغذية 24 فولت زائد ناقص، خرجه رح يكون سالب، بيجي على البي 0.2، معناتها الكومون أنا رح أعمل له شو يا شباب؟ زائد 24، زائد 24. هاي شغلة ما بدي خربط فيها. طبعا اشتغل معنا وجربنا، رح نرجع نجرب، معليش رح نجرب. لاحظ معي، اذا هلا شغل. لا 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 تعمل ديسكونكت، كونكت مباشرة. اعطيه رايت، لا لا رايت، اعطيه رايت بي ال سي. هون إشارة الخرج للحساس، شو مثلا هون إف، إذا قال لك إنه رسيت قل له لا. هون إشارة الدخل معناته سالبي، فالكومون لازم يكون لا والموجو يس نعم معناته سالبي كومون وبالغ من لا لا تمام. عيفة حط مونيتور هلا نظامي، نظامي شغال، رجع على المونيتور مرة ثانية. المونيتور تمام، إذا نلاحظ العداد تمام، إذا كان حساس إشارته، إذا وهو المطلوب.